السلام عليكم والله يسعدك، لوقتكم كل خير. اليوم ان شاء الله بنشوف مع بعض كيف نعمل كيكه عاديه بالفواكه المجففه. انا استخدمت فواكه فريش مجففه تجي محفوظه بالسكر، هي ناشفه. اذا ما عندكم ممكن تستخدموا اللي تنباع قطع جاهزه، وصفه كتير حلوه وسهله، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. فرجه ممتعه. لعمل وصفتنا اليوم راح نحتاج الى 2 كوب من الطحين الابيض واللي هي 225 جرام. اذا عندكم طحين ذات التخمير الحقب الخاص بالكيك استخدمه، اذا ما عندكم استخدموا الطحين العادي مع 2 ملعقه صغيره من البيكي باودر اللي هي خميره الحلويات. حبيب الملعقه الصغيره نستخدم ملعقه القياس اللي سعتها 7 ملي. اوكي، عندي هنا 4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة، 30 كوب من الزيت اللي هي 160 ملي. الوصفة الأصلية فيها 3 أرباع اللي هي 180 وأنا منقصة. الكوب هنا نص كوب اللي هي 100 جرام، طبعا نقص الكوب لأن الوصفة الأصلية فيها كوب كامل. بالنسبة للفواكه أنا مستخدمة الفواكه المجففة، لأنه في فواكه بتنباع مجففة بتكون هاي الخاصة بالكيك بتكون عبارة عن مواد صناعية ونكهات وملونات. مثل ما انتم شايفين هنا عندي الفراولة، الكيوي، وعندي الزبيب. اذا ما عندكم هذه ممكن تستخدموا اي نوع فواكه مجففة عندكم اذا تحبوا. بالنسبة للزبادي عندي هنا علبة 150 جرام زبادي اللي هو اليوغورت. اوكي، رشة ملح، فانيلا، وبشر حامضة، انا كتير احبه بيعطي نكهة كتير طيبة. هذه الوصفة يا حلوين ممكن تعملوها زي كده بالخلاط الكيك اللي هو المضرب، او ممكن بخلاط العصير اللي هو الكاس. انا ما استخدمت هذاك لانه عندي مرة كبير، يعني يركب العجان، فاذا ركبته راح يضرب لي الموبايل وانا اصور، لهذا استخدم الخلاط. حطيت هنا بيض، سكر، وراح احط الفانيلا الان تقريبا ملعقة. اذا حبيتوا تقيسوها قيسوها، بس انا ما اقيس. رح نخلط زي كده شوي البيض، بعد ما نخلط البيض شوي نبتدي نضيف عليه السكر. اضفت السكر زي ما انتم شايفين، الان راح استمر بالخفق لحتى يصير عندي القوام كثيف شوي لونه ابيض فاتح. المهم يصير عفوا. مثل ما انتم شايفين ضعف عندي خليط البيض وصار لونه افتح. الان راح احط له الزبادي وراح استمر بالخفق على، ولكن على سرعه بطيئه فقط. اوكي، يعني ما نرفع السرعه. طبعا الزبادي حبايبي هو اليوغورت او دانون، ممكن حتى دانون هو ينفع. الان على اول سرعه فقط. اوكي، بعد ما نتاكد اننا خلطنا الزبادي بنضيف الزيت. اضيف ايضا بشر الحامض، لا تسيبه ولا فتفوت. حرام، هذه كلها نكهة زي كده. نكهة الليمون من أطيب ما يكون. الآن راح أشيل هذول، أحط هنا هذا الطحين قبل ما أضيفه للكيكة. راح أخذ منه شوي وأحطه على هذه الفواكه. أوكي، ضروري دائما نخلطها بشوية طحين قبل ما نضيفها للمزيج، لأنه إذا ضفناها زي ما هي راح تنزل لنا لقاع الكيك، ولكن لما نخلطها بشوية طحين تفضل ماسكة. أنا عندي هنا طحين ذات التخمير فراح أحط له بس نص ملعقة طحين، يعني ما بيكنج باودر. لأني مستخدمة الطحين ذات التخمير ما حطيت خميرة الحلويات اللي هي البيكنج باودر، ولكن إذا عندكم الطحين العادي حطوا 2 ملعقة صغيرة. انا نخلت الطحين في البدايه واحب انخله حتى الان، احطه كله مره واحده، ولكن الخلط اخلط بشويش. اوكي، مش زي كده. انا راح ارجع اخلط معاه الفواكه، لهذا راح اوقف خلط الان. طبعا هذه الفواكه محتاجين نحركها هنا، بس هذا صغير
مو مشكلة نكركب الدنيا مثل ما أقول دائما. هذا طبخ بيت يعني عادي، وسخته عادي، المهم الكيكة تفضل نظيفة، أما الكاونتر يتمسح خلاص زي كده. الآن أحطها في الكيك وأحرك. طبعا احنا محتاجين شيء نزين به سطح الكيك، انا ما ذكرته في البداية لحتى ما تفكرون انه الزامي، فان اي شيء عندكم حطوه على سطح الكيكة. انا غالبا راح استخدم اللوز، فخلوني اجيبه لانه خلاص الكيكة صار جاهزة عندي. هذا هو اللوز، راح احط منه شوي جوا، ما راح يضر بالعكس بيعطينا شوي فوائد في الكيك. اوكي خلاص زي كده صارت جاهزة. راح اعمل الكيكة في هذا القالب المستطيل، انا عملت له ورق طبخ. اذا ما عندكم ببساطة ادهنوا بشوي زيت وطحين. طبعا هذه راح نحطها في الفرن اللي سبق وشغلناه على درجة حرارة 350 اول 30 دقيقة، ابدا ما نفتح عليها الفرن لانه هذه الكيكة بتاخذ وقت شوي بالفرن، ممكن 50 دقيقة ممكن للساعة على حسب فرن كل واحدة، المهم انه الفرن في البداية يكون سخن على درجة حرارة 350. الان راح احط شوي لوز على الوش وخلاص كده صارت جاهزة عندي، احطها بالفرن ونرجع بالاخر اقول لكم كم اخذت مني وقت ان شاء الله. هذه الكيكة بعد ما جهزت معي وطلعتها من الفرن اخذت مني تقريبا 45 دقيقة طبخ، ودقتي دقيقتين فقط من فوق تحمير. انا اول ما خرجتها حطيتها على هذا السلك، خليتها تقريبا 10 دقائق لحتى اقدر المسها شوي. انا احب احط هذا الورق هنا لحتى بالاخر اقدر اشيل به الكيكة، بس هالمرة عملته قصير. ان شاء الله اقدر اشيلها، لانه يفضل اننا نشيلها من القالب نخليها تبرد على الرف زي كده. خلاص هذه راح نستنى عليها تبرد ثم نقطعها. هذه من قريب مثل ما انتم شايفين، هذه الكيكة بعد ما بردت تمام وقطعتها. مثل ما انتم شايفين شكل الفواكه بيطلع فيها كتير حلو كتير طيب. مثل ما سبق وذكرت هذه الفواكه محفوظة بالسكر، فاذا حبيتوا تنقصوا السكر زيادة نقصوا، بس عموما طعمها طلع معتدل، وصفة كتير حلوة كتير سهلة، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. شكرا لمتابعتكم، الله يسعدكم يا رب، ومع السلامة.